بالفعل كان كاين جوج ديال الصفقات اللي بالنسبه لابحاث ميدانيه. الصفقه كتعلق ببحث ميداني يعني عام وافقي اللي كيغطي جميع المحاور ديال الفساد وجميع الكيفيه يعني دقيقه، واللي كيتعلق بواحد أزيد من 3500 مواطن وأزيد من 1000 مقاولة إلى آخره. وكاين بحث، وهذا الأول، هذه الصفقة الأولى الهيئة قررت باش يعني توقفها لحين أن تدوز جائحة، باش ما يكونش واحد التأثير على الوضع الجائحة على التحليل ديالنا ديال المظاهر بالفساد وكيفاش كيتصرفوا في الواقع ديال الميداني والقطاعي الى اخره. وحنا في اليوم كنعاودوا نحيوا هذه الصفقه باش يمكن لها، لان الوضع ديال الوضع الوبائي يعني استمر مده طويله والتاثير ديالو ما يكونش بنفس الكيفيه، ما بقاش كونجونكتوريل ولا تقريبا ستركتوريل، وغير باغ كونسيكونت زعما كيمكننا من الناحيه العلميه نعتبروا بان كيمكن نعاودوا نطلقوا هذه المبادره. بالنسبه للصفقه الثانيه، الصفقه الثانيه شكون هو لا سوسيتي شركه لا ماشي الصفقة كانوا ساهموا كنظن خمسة ديال مكاتب العدا وتم ديال مكاتب الدراسات و سيتا لا 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 لو مارشي ا ايتي رومبورتي بار ال ام اس. الوغ بالنسبة للصفقة الثانية كانت كتعلق هي اللي بشراكة مع وزارة المالية، كانت كتعلق بدراسة ميدانية ديال مظاهر الفساد اللي عندها علاقة بالوضع ديال الجائحة، يعني شنو هو التأثير ديال هذا الوضع الاستثنائي على تطور الفساد وتطور مظاهر جديدة للفساد في البلاد، لأن التقارير الدولية أكدت تقريبا بإجماع على ان هذا الوضع والكيفيه ديال المعالجه ديالو والتعامل ديالو والظروف الاستثنائيه ديال تدبير الشان العام في هذا خلق مظاهر جديده وخصوصيات ديال مظاهر الفساد. وكان من المفروض اننا مكتب الدراسات كان عنده اكراهات ما تعطاتوش الترخيص باش يقوم ميدانيا بهذه الدراسه. إذن بقى هذا الشيء إلى حين اليوم، يعني ما كان من المفروض أن الدراسة تكون في شهر مايو ويوليوز ما تقامش، واليوم حنا كندمجوا هذا الإطار في الصفقة العامة باش غادي نقوموا ب شكون السلطات اليوم السلطات ما توصلش بالموافقة على القيام ديال الأبحاث الميدانية.